انا كنظن بالنسبه للعامل ديال الارهاق ما كاينش، حيت خدا واحد الوقت كبير، عاد خصهم يكونوا مستعدين بدنيا وذهنيا، هذه ما كايناش شي واحد يقول هذه الهضره هذه. ولكن المشكل فين كاين؟ هو ان واحد العاب سميتو برقوق 16 ومنير حد هادي 10، هادو تكونفوكا وهادو ما يستاهلوش المنتخب بكل صراحه، وتا لا استاهلوا المنتخب غتحطو في الريزيرف في الرومبلاسمون، زعما ما كاينش علاش يلعبوا 11 كتلعب بهم باينين، 11 تلعب بهم باينين وواضحين. ولكن المشكل غياب القتالي، ضروري اللعابه ديال البطوله خصهم يحضروا، ما عندناش التكوين في البطوله، اللعابه كيكونوا الضغط في هاد المباريات. ولكن ما دخلش لي انا جوج لعاب حيت كيتلعب داكشي على جزئيات صغار، لعاب واحد يخرج على فرقه كامله، داكشي اللي طرى للمنتخب. المنتخب ما يمكنش تسيس مدافع كبير ومدافع ارهاق بدنيا، ما يمكنش، ما يمكنش الهدف الثاني بحال بحال عيو ما قدرش يتبع تريزيكا، ما يمكنش هذا. راه جزئيات صغار هما اللي خلاهم، عندك تسحب لك مصر واعري، ما واعريش مصر. محمد صلاح لعب كبير، عرفت شو هذا الماتش هذا 60% دار غير هو، اش كان كيدير؟ كيجي لمسينا، عرف نقطة الضعف ديالنا، مزراوي خص يكون بلاصته ديال واضحة، عرف نقطة الضعف مسينا، مسينا اش كان كيدير؟ مسينا كان عنده كونديسيون فيزيك مزيان، ولكن صلاح كان تيعطيه بالظهر، كان تيعطيه بالظهر كيكونترولي البال، غير هاد الحركة هادي مهمة بزاف. المنتخب ضعيف هجوميا، وشفناه في كأس العرب وشفناه شحال من حاجة، ومنتخب وطني ديالنا بهادش النيفو ديال أوروب وهذا، ربحنا منتخب ضعيف. منتخب مصر واللي كيربح مصر انا غالبا تنقول غادي يوصلوا للنهائي. المهم تفرجنا في الماتش، لكن انا عندي واحد الروبروش على المدرب، على اساس ان الخطه اللي دخل بها المدرب هي خطه في الدوزيام ميطون، هي خطه دفاعيه، لان هذيك الخطه الدفاعيه نورمالمون حنا عندنا امتياز بحالنا بحالهم، الخطه الدفاعيه ما تمكنوش انه يقدر يشد في النتيجه. انا كنفضل لو كان المغرب خرج بالخطه تكتيكيه هجوميه متقدمه ربما غير في ميتيزيلو تيران، هذا خطا دارو المدرب، وانا كنتحمل المسؤوليه في التدخل ديالي على مناقشه المدرب في هذه الخطه. المهم على العموم المغاربه دخلوا ولعبوا ماتش حق ضعيف شويه، المصريين كانوا متفوقين على انهم مندفعين على المستوى النفسي وعلى المستوى التكتيكي. انا هذه وجهه نظري وكنظن بان صحيحه، لان الروبروش اللي عندي هو على المدرب، الخطه ديالو ماشي خطه ناجحه، هذا هو سبب سقوطنا. السلام عليكم. بصراحه الماتش ديال اليوم يعني كان الخطا كنردوه بالدرجه الاولى، يعني ما كانش شي خط، يعني ما كانش تناسق بين اللاعبين، ويعني شفنا بزاف ديال الاستهتار بصراحه. علاش هذاك الحارس يخرج من المرمى ويخلي المرمى هكاك فارغه؟ انا ما عجبنيش الحال. وبصراحه كنقول حنا كنا كنتمنوا يعني يكون المنتخب يدير لنا شي مجهود اكثر من هكا، ولكن كنعاودوا نرجعوا، يعني ما كايناش شي خطه ولا شي تكتيك يعني باش غادي يربحوا المغاربه. انا كنعاتب بصراحه، كنعاتب المدرب لانه ما دارش تنسيق ما بين اللاعبين باش غيديروا يعني شي حاجه اللي غتفرح المغاربه. كما كنا كنتظروا صغار وكبار، بغينا المنتخب ديالنا يوصل، ولكن مقابله حقيقه المنتخب المغربي كان ضعيف فيها، ما كانش حاضر لا تكتيكيا ولا تقنيا، بعض اللعبة تبين بانه الضعف ديالهم ضعف كبير على المستوى التقني والتكتيكي. نقولهم هذا ماسينا، اعتقد بانه يعني لاعب ماشي ديال المنتخب الوطني. المدرب كذلك اخطاء تكتيكيه يعني فظيعه، يعني ما يمكنش المنتخب الناخب الوطني بقيمته بتجربته انه يلعب مقابله مع المنتخب المصري باخطاء يعني فادحه على مستوى الوسط، على مستوى ايضا الدفاع. اعتقد المنتخب المصري يستحق انتصار، يستحق انتصار لان ربح احسن منا، هذا هو اللي كاين. العتاب اولا للقائد اللي هو الناخب الوطني خليل يوزيتش، يعني ما الفريق كاين نواه ديال المنتخب قوي، ولكن التوظيفات تكتيكيا ما كانش. اذا العتاب الاول للناخب الوطني. السلام عليكم ورحمه الله. المهم كيف ما ديجا تفرجنا في الماتش تاع المنتخب، اش غنقول لك، الاقصاء اللي تقصينا ما كانش اقصاء اللي
كنا مزيانين، المنتخب لعب مزيان لا في الميطه الاولى لا في الميطه الثانيه، ولكن بالنسبه لي انا السبب ديال الاقصاء ديال المغرب راه هو سبب لي مشترك ما بين المدرب وما بين اللعابه. كانوا بعض الضغوطات من جانب فريق المضاد اللي هو مصر، وكان واحد شويه ديال الثغرات بالنسبه لمصر، ما استغلوهمش اللاعبين المغاربه. في نفس الوقت كما كتشوفوا راه التشكيله باقا جديده شويه، فيها لاعبين احترافيين وكاينين دراري باقي ما منسجمينش مع التوني ديال المنتخب اللي غادي ياخذوا هذيك، باللي راه المنتخب راه خصنا نكونوا في واحد الاحسن صوره واجتهاد كثير، وهو راه صعيب، مسؤوليه كبيره بزاف، مسؤوليه كبيره ما يقدروش. صراحه انا ماشي غادي نقول لهم خايبين، لعبوا مزيان والحمد لله ملي وصلوا لذاك المستوى اللي وصلوا ليه راه مزيان، وان شاء الله نتمنوا لهم حظ في كاس العالم ان شاء الله.